بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، لكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحب وترضى، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اشرح صدورنا ويسر أمورنا، واغفر ذنوبنا وبلغنا مما يرضيك آملنا، واختم لنا ولسائر المسلمين بالصالحات أعمالنا، وارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا وآل بيت نبينا وحفاظ كتاب ربنا وسائر المسلمين، إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلوم مشايخهم وتلامذتهم في الدارين أمين في فقه السادة الشافعية. وما زلنا في أحكام النكاح، وتكلمنا على موضوع الخطبة في الجلسة الماضية، ووقفنا على تقسيم النساء من حيث الولاية إلى قسمان: قسم ولاية إجبار وقسم ولاية اختيار. يعني الولي له أن يجبر المرأة في النكاح في أحواله. ونوع ثاني من النساء الولي لا يستطيع أن يجبرهن، بل لابد أن يخيرهن. فنتكلم على هذا الموضوع اليوم. يقول: والنساء على ضربين، يعني نوعان: ثيبات وأبكار. والثيب من زالت بكارتها بوطء حلال أو حرام، والبكر عكسها. فالبكر يجوز للأب والجد عند عدم الأب أصلا أو عدم أهليته، يعني الجد يحل محل الأب عند عدم وجود الأب. إجبارها، يبقى ولاية الإجبار تكون للأب المباشر أو الجد عند عدم وجود الأب أو عدم أهليته، وتكون الولاية إجبار على البكر فقط وليس على الثيب. على البكر اللي هي تحت ولايته، إجبارها على البكر على النكاح إن وجدت شروط الإجبار. طبعا بشروط، لما الشرع اداله حرية الإجبار قيده بشروط حتى لا يضر المرأة. فله أن يجبر المرأة البكر على النكاح إذا كان أبا أو جدا في غياب الأبي، إما غياب حكمي بعدم أهليته، أو غياب حقيقي بموته أو سفره سفر طويل، بشروط: بكون الزوجة غير موطوءة بقبل، يعني تبقى بكر، وأن تزوج بكفء بمهر. والزوج اللي هيزوجها ليه لازم يكون كفء، ولازم يكون بمهر مثلها حتى لا يضرها في المهر، والمهر نفسه يكون من نقد البلد، وبمهر مثلها من نقد البلد. يبقى لازم الشروط دي كلها: اولا تكون ذكر، ثانيا يكون الزوج كفءا لها، وان يكون بمهر المثل، وان يكون بنقد البلد المهر. الأربع شروط دي لابد أن تتوفر، لو لم تتوفر ملوش ولاية إجبار عليه. هنيجي نناقش موضوع الكفاءة، هنناقش. والثيب لا يجوز لوليها تزويجها إلا بعد بلوغها. أما الثيب فلا يجوز أن يزوجها إلا بعد بلوغها، لكن البكر ممكن يزوجها قبل البلوغ. طبعا القانون الوضعي الوقتي ممنوع، قوانين الوضعية الوقتي حدد أقل سن الزواج 18 سنة خلاص، لكن ده قانون وضعي والحاكم له أن يقيد المباح، لكن الشرع أباح غير كده. الحاكم له أن يقيد المباح بسبب سفاهة أهل العصر، لأن الوقت أهل العصر عندهم سفاهة،
فلو ما حددش سن للزواج هيزوجه سن صغير ويضر المرأة، فأراد أنه هو الحاكم أنه هو يقيد هذا المباح لسوء استخدامه. لكن احنا بنتكلم على الشرع قبل تقييد المباح. والثيب لا يجوز لوليها تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها نطقا لا سكوتا. طبعا الثيب لازم تنطق في الإذن تتكلم. هنحاول نخلص الموضوع ده ولو عندنا وقت نخش في الموضوع الذي يليه. يقول في الشرح في الحشية: والنساء على ضربين، أي من حيث الإجبار على النكاح وعدمه، ثيبات وأبكار بدل من ضربين، تبقى ثيبات وأبكار. فالثيبات لا إجبار فيهن، والأبكار للأب والجد إجبارهن على النكاح كما يأتي. يعني لو أخوها وليها ما يجبرهاش، ما ينفعش الأخ يبقى وليه ولاية إجبار، العم ملوش ولاية إجبار، ابن العم ملوش ولاية إجبار، ولاية الإجبار للأب المباشر أو الجد في غياب الأب. الجد وينعل بس من جهة الأب، ما هم واقفين طابور ما حدلش حله إلا لما يغيب. والثيب من زالت بكارتها بوطء، أي في قبولها، مش شرط بقى حتى يعني يكون من إنسان، بيقول لك ولو من قرد، المهم إيه زالت بكارتها وخلاص، ما لناش دعوة زالت بكارتها بإيه، واخد بالك مين اللي وطأها، رجل أو قرد أو شيء من هذا. ولو حتى يعني كمان، طيب هنشوف ولو من نحو قرد، وإن كان قضية التعليم بممارسة الرجال خلافه لكنه جرى على الغالب، ولذلك كانت من وطئت في قبولها ولم تزل بكارتها لكونها غوراء كسائر الأبكار. يعني في بعض النساء يبقى عندها غشاء البكارة يكون مطاطي، فتوطأ في القبل ولا يعني يتخرج هذا الغشاء ولا يزول، يسموها غوراء. فلو حدث هذا تفضل بكر برضه طالما الغشاء موجود. ولذلك كانت من وطئت في قبولها ولم تزل بكارتها لكونها غوراء كسائر الأبكار، يعني حكمها كحكم سائر الأبكار. وإن كان مقتضى التعليل المذكور خلافه اللي هي ممارسة الرجال، عللها بممارسة الرجال لها، لكن قال لك ده على سبيل الغالب مش ايه التعريف المطلق، لكنه جرى على الغالب كما علم. وقول حلال او حرام يعني زالت بكرتها بطريقة حلال او بطريقة حرام، المهم زالت بكرتها بقت سيئة. حلال يعني كأن وطئها زوجها، ده حلال، او كانت ملك يمين فوطئها سيدها، دي اسمها حلال، الوطئ الحلال، أو وطئ شبهة الذي لا يوصف بحل ولا حرمة زي ما قلنا قبل كده. إنما لو كان بزنا يبقى وطئ حرام وبرضه تبقى ثيب. واضح؟ وقوله حلال أو حرام، فالأول كوطئ زوجها كوطئ زوجها السابق على هذا النكاح، والثاني اللي هو الحرام كوطئ الزنا. والظاهر أن وطئ الشبهة كذلك، مع أنه لا يتصف بحل ولا حرمة في شبهة الفاعل. ونخش كمان المغصوبة، الاغتصاب الوقت، قضايا الاغتصاب، هذه لا حرمة على المغتصب، المغتصبة ليس عليها حرمة لكنها صارت سيبة، واخد بالك؟ بس الاغتصاب هو الحرام عليه، لكن هي المغتصبة دي تبقى زالت بكارتها وصارت سيبا، فلا حكم السيب وإن كانت لم تمارس هذا الفعل بطريق الحرام، واخد، لأنها مكرهة ومجبرة. لأنه ده على وطئ الشبهة لا يتصف بحل ولا حرمة في شبهة الفاعل. ولو كان لها فرجان أصليان، بيديلك بقى إيه، يديلك أمثلة نادرة يعني علشان يعلمك إزاي تفكر تفكير فقهي حتى ولو ليس لها وجود، هو عايز يديلك تدريب عقلي فقهي علشان حتى لو ظهرت في يوم من الايام حاجة نادرة تقدر تستنبط لها حكم. فبيقول ولو كان لها فرجان اصليان، يعني مولودة لها مهبلين،
على فكرة الحاجات دي احنا بنشوفها في النساء نادر، في البنات ساعات مرة كل مليون عيلة توصل ليها مهبلين، وفي ستات بيبقى ليهم رحمين يمكن تسمعوا ناس، فبتحصل حاجات زي وإن كانت نادرة. ولو كان لها فرجان أصليان فوطئت في أحدهما وزالت بكارتها منه صارت ثيبا، بخلاف ما لو كان أحدهما أصليا والآخر زائد. يعني واحد أصلي يوصل للرحم والتاني زائد، يا دوب تجويف كده لكن مسدود حرسا، ده مش أصلي، فهمت؟ يبقى لو كان لها فرجان أصليان ووطئها في أحدهما وزالت بكارتها تبقى سيئة. طب لها واحد أصلي وواحد زائد فوطئها في الزائد تفضل ذكر. طب وطئها في الأصلي زالت بكارتها. طب لها اثنين وما نعرفش أيهما الأصلي وأيهما الزائد فوطئها في أحدهما، لا تزول بكارتها بالشك، تفضل بكر. فهمت الأحكام؟ أو أنا من غير ما أقرأ وبقولها لك ليه؟ لأن الحس الفقهي موجود، طالما عندك الحس الفقهي تقدر تستنبط على طول. واضح الكلام؟ فنيجي نشوف، لأن إحنا عندنا اليقين لا يزول بالشك، الأصل أصل المذهب قايم على القاعدة، اليقين لا يزول بالشك. فنشوف هنا تفريعات الشيخ في المسألة دي. بخلاف ما لو كان أحدهما أصليا والآخر زائدا واشتبه الأصل بالزائد، مش عارفينه يعني الأصل فين والزائد فين، ووطئت في أحدهما فلا تصير ثيبا، إذ يحتمل أن الوطئ في الزائد والولاية بطريق الإجبار ثابتة فلا تزول بالشك. فهمت؟ ماشية مع قاعدة اليقين لا يزول بالشك. قوله والبكر عكسها أي خلافها، فالمراد بالعكس هنا الخلاف. البكر عكسه، لما عرف لك السيب قال لك والسيب من زالت بكرته بوطئ حلال او حرام، والبكر عكسها يعني عكس السرق. كويس؟ يعني خلاف السرق. فالمراد بالعكس هنا الخلاف، فاندفع قول المحشي لو قال والبكر ضدها، يعني كان اولى يقول لك الضد احسن. ده مين؟ البرماوي حشيته قال لو قال الايه ضدها احسن، لكان اولى واحسن، نظرا لكون العكس اللغوي لابد فيه من التقديم والتأخير، كأن تقول زيد قائم ثم تعكسه فتقول قائم زيد، وقد عرفت أن المراد بعكسها خلاف. يبقى العكس مش عكس لغوي، ده العكس هنا عكس إيه يعني معنى، عكس معنى مش عكس لغوي. خلافها فهي بكسر الباء بعكسها خلافها، وقد عرفت أن المراد بعكسها خلافها فهي بكسر الباء والبكر، من لم تزل بكارتها، والبكر اللي هي بكسر الباء يعني من لم تزل، لأن لو قلت البكر يبقى الجمل الصغير، لو فتحت الباء بقت الجمل الصغير اسمه بكر، إنما ما تكسر الباء تبقى بكر، فيختلف المعنى، عشان كده أقول لك بكسر الباء حتى يميز، لأن يختلف المعنى تماما. فهي بكسر الباء من لم تزل بكارتها بوطئ في قبولها بأن لم تزل بكارتها أصلا، وإن وطئت كالغوراء أو خلقت بلا بكارة. افرض واحدة أصلا مخلوقة ما عندهاش غشاء بكارة، وده نادر بيحصل، تبقى بكر برضه، مش علشان ما عندهاش غشاء بكارة نقول إنها مش بكر، لا تبقى بكر طالما لم يسبق وطأ. واضح؟ أو خلقت بلا بكارة أو زالت بكارتها بغير وطئ. افرض زالت بكارتها إيه بغير وطئ، بتلعب واخد بالك ونطت كده فوقعت على عصاية، العصاية دي راحت زالت بكارتها، اسمها برضو بكر. واخد بالك؟ طالما زالت بكارتها أو بإصبع. يعني واحدة داية وهي بتطهرها بتعمل لها الختان إيه أخطأت فدخلت إصبعها فأزالت بكارتها، بتفضل بكر برضو. يا إما بسبب خطأ أو بسبب لعب أو بسبب حادثة، كل ده وارد يحصل. أو زالت بكرتها بغير وطئ كسقطة وشدت حيض ونحو أصبع، أو زالت بكرتها بوطئ في دبورها وتصدق في دعوى البكارة بلا يمين. يعني لما واحدة تقول أنا بكر وملهاش غشاء بكارة تصدقها وبلا يمين،
لان الاصل بكرته، واخد بالك؟ اللي عايز بقى ينقل هذه الدعوه يجيب بينه، يجيب شهود، واضح؟ وتصدق في دعوى البكارة بلا يمين وإن كانت فاسقة، ولو عارفين إنها ممكن كمان إيه تقول، بتقول كده، لأن إحنا مش مطلوب مننا إننا ننقب بمثل هذه الأمور الجارحة. الشرع الشريف مبني على الستر، مبناه الستر. وإن كانت فاسقة، سواء كان قبل العقد بأن ادعت البكارة لأجل أن تزوج بمهر البكر، أصل ممكن تدعي البكارة لأن مهر البكر أعلى من مهر السيد، واخد بالك؟ فممكن تدعي البكارة علشان تاخد مهر أعلى، أو بعده يعني بعد العقد بأن ادعت البكارة لكونها زوجت إجبارا، لكونها زوجت إجبارا فادعى الزوج ثيوبتها لإبطال عقدها. افرض الزوج هو نفسه اللي عايز يبطل العقد، فيقول دي طلعت سيد وهو مجوزينها له بولاية الإجبار، بولاية الإجبار على إنها بكر، فلو ثبت إنها مش بكر ينتفي العقد، فهو عايز ينفي العقد، يقوم يدعي عليها هذا، واخد بالك إزاي؟ فيقول إيه؟ أو بعده بأن دعت البكارة لكونها زوجت إجبارا فادعى الزوج ثيوبتها لإبطال عقدها. كل دي إيه؟ لا يثبت فيها دعوى الثيوبة، يصدق فيها البكارة لأن الأصل إنها بكر، حتى لو الزوج ادعى ما يصدقوش القاضي، كويس؟ وادعت البكارة لتصحيح عقدها وتصدق في دعوى الثيوبة قبل العقد. لو ادعت ان هي ثيب قبل العقد تصدق لكن بيمينها لاقتضاء دعواها ابطال حق الولي من تزويجها اجبارا. هي شايفه ان الولي هيجوزها اجبار، فراحت للقاضي قالت له انا ثيب. فهمت ازاي؟ عايزه تخلص من ولايه الاجبار قدام القاضي، فيبقى القاضي صدقها في دعوى الثيوبه بس باليمين، تحلف، خدت بالك؟ ولا تسأل عن سببها، والقاضي كمان ما سألهاش زالت بكارتك ازاي وامتى وما ملوش دعوة، هي طالما حلفت انا سايب خلاص، بس لازم القاضي يفهمها يعني ايه الثيوبة. لا الثيوبة يعني لا غشاء بكارة موجود بسبب وطئ سابق. يفهمها كده الأول. وبعدين تحلف على هذا المعنى. مش مهم بقى يحلف يحلفها يقول لها امين وهل كان حلال ولا حرام ولا كان زنا ولا ملوش دعوه. هو ملوش دعوه القاضي. خد بالك؟ وان لم يسبق فلا يقال لها ما سبب ثيوبتك وان لم يسبق لها تزويج ولا يكشف عنه كمان كما يقع كثيرا. يعني ما يحولهاش كمان للكشف الطبي. خدت بالك؟ كمان يصدقها باليمين وما يكشفش. لأن كشف العورة بلا ضرورة حرام. وهنا ما فيش ضرورة لأنها حلف. ويكفينا الأحكام بالظاهر. فما فيش ضرورة لكشف عورتها. خدت بالك؟ لا ما يعرضها القاضي يصدقها في البكار. خلاص تقول انا بكر خلاص يصدقها القاضي. واضح؟ بس. ودعوى الزوج ترفض. وبعدين يقول له عايز تطلعها بقى طلعها، طلعها وهي بكر برضه. هي بتقول انها بكر، طلعها، عايز تعيش معاها عيش، مش عايز مع السلامه، طلعها. خدت بالك؟ لكن ما يعمل الكلام ده لو قاضي شافعي. ما نعرفش القضاء الوضعي بيعمل ايه. احنا بنتكلم على الفقه الشافعي في مثل هذه المسائل. خدت بالك؟ لكن القضاء الوقتي بياخد من احكام من مذاهب مختلفه، فقد يكون في بعض المذاهب تجيز ويقول لك اللي يكشف تكون قابله ما تكونش رجل مثلا وتكون عندها شهره في فهم هذه المواضيع، واخد بالك؟ لان كشف عوره المراه من المراه اخف ضررا من كشف عوره المراه امام الرجل. كل ده يعني قد يختلف في المذاهب المختلفه. نحن دلوقتي بنلتزم بس ايه بدراسة المذهب الشافعي الوقتي لحد ما نفهم.
ولا تسأل عن سببها فلا يقال لها ما سبب تيوبتك وإن لم يسبق لها تزويج، ولا يكشف عنها كما يقع كثيرا لأنها أعلم بحالها. فإن ادعت الثيوبة بعد العقد وقد زوجها أبوها أو جدها إجبارا فلا تصدق لما في تصديقها من إبطال النكاح. يبقى لو ادعت قبل العقد الثيوبة تصدق باليمين، طب ادعت الثيوبة بعد العقد وقد زوجها إجبارا علشان تبطل العقد، واخد بالك، هيبقى الحكم يختلف. فهو المصدق بيمينه، فهو مين؟ الولي. فلا تصدق لما في تصديقها من إبطال النكاح، فهو المصدق بيمينه لئلا يلزم فساد النكاح. يبقى هو مين؟ الولي اللي زوجها إجبارا، هو اللي هيصدق باليمين إنها بكر. كويس؟ حتى لو شهد 4 نسوة بعد العقد بأنها كانت ثيبا وقت العقد لم يحكم ببطلان النكاح لجواز كونها خلقت بلا بكارة أو زالت بكارتها بغير وطئ، فيكون حكمها حكم البكر كما ذكره الماوردي والرؤياني وإن أفتى ابن الصلاح بخلافه. ليه طيب؟ ليه هنا خلى الولي هو اللي يحلف؟ هو ما قالكش التعليل، لكن أنت المفروض تفهمه من الفقه. لأن الأصل في المرأة البكر ولاية الإجبار يصح بها العقد، فهي هنا عايزة تدعي بعد العقد أنها كانت بكرا فهتخالف الأصل، فنرجع للأصل وهو اليقين لا يزول بالشك ونحلفه وناخد بكلامه، لأن الأصل بقاء العقد طالما انعقد، مش الأصل بطلان العقد. العقد طالما انعقد يبقى الأصل صحته، البطلان ده شيء يطرأ عليه، واخد بالك إزاي؟ فعندنا واحد بيدعي بطلان العقد وقد انعقد العقد، والطرف الآخر بيدعي أن العقد صحيح، نصدق مين؟ نصدق اللي ماشي مع الأصل. الوالي بيدعي أن هو صحيح وأن هي بكر، فهمت إزاي طريقة الفكر؟ وعلى شجره يصدق الولي بيمينه، ليه؟ لأنه مع الأصل، ماشي مع الأصل، واضح؟ قوله فالبكر أي إذا أردت بيان حكم كل من البكر والثيب فأقول لك البكر، ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة والعاقلة والمجنونة، طالما بكر حكمها واحد، ولاية الإجبار شاملة سواء كانت صغيرة كبيرة، إن شاء الله طالما لم يسبق لها الزواج مطلقا وعندها 40 سنة اسمها بكر، وليه يزوجها إجبار على مذهب الشافعية كده، واضح؟ بس بالشروط، بالكفء وبمهر المثل وبنقد البلد، واخد بالك ازاي؟ بالشروط دي كلها، وان يكون اب مباشر او في غياب الاب الجد، فهمت ازاي؟ بهذه الشروط. لحسن تفتكر ان ولايه الاجبار للصغيره بس، لا، للبكر مطلقا في اي سن كانت، حتى ولو كانت عاقله تفتكرها طب للكبيره السفيهه او الكبيره المجنونه، لا، فهمت بقى المساله؟ فولايه الاجبار مشترطه بالبكاره بغض النظر عن السن ايه والعقل ايه، واضح؟ لكن الثيوبة بقى ما ينفعش يزوجها إلا بعد بلوغها السيب، عشان قبل البلوغ إذنها غير معتبر، وإذنها هنا مطلوب، فلابد يستنى لما تبلغ علشان يأخذ إذنها، واضح؟ ده في السيب. ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة والعاقلة والمجنونة ويسن استئذانها، السنة أن يستأذنها وإذنها صمتها، السنة، لكن ممكن يخالف السنة ويزوجها من غير بتاع ويبقى زواج صحيح، لكن السنة والأفضل من باب حسن العشرة وحسن الأخلاق والرحمة إنه هو يستأذن. ويسن استئذانها إذا كانت مكلفة، مكلفة يعني بلغت حد البلوغ، يعني لحديث مسلم والبكر يستأمرها أبوها وهو محمول على الند تطييبا لخاطرها ويكفي سكوتها، أما غير المكلفة فلا إذن لها، اللي هي الصغيرة يعني غير المكلفة اللي هي إما تكون مجنونة أو تكون صغيرة، ده اسمها غير مكلفة، لكن السفيهة ما تخشش لأن السفيهة مكلفة، لأن السفاهة سوء في التصرف، لكن إيه؟ مش فساد في العقل بس سوء في التصرف. ويكفي سكوتها، أما غير المكلفة فلا إذن لها،
ويسن استفهام المراهقة. المراهقة اللي هي ايه؟ قربت تدخل على سن البلوغ، يعني اذا كان سن البلوغ 12 سنة مثلا يبقى عندها 11 كده، يبقى الافضل ان هو ويسن استفهام المراهقة ويكفي استفهامها، يعني يستأذنها يقول لها ايه رأيك اجوزك ولا لا؟ يسأل ويكفي سكوتها، ويسن الا تزوج الصغيرة حتى تبلغ. السنة برضه ان ما نزوجش الصغيرة حتى تبلغ، كل دي السنة، وان كان الشرع يجيز على الا يدخل بها حتى تبلغ طبعا، بس تبقى زوجته. والشرع يجيز ليه؟ لانه يرفع الحرج عن بعض الصور، لكن السنة بتراعي مثل هذه الامور علشان يؤدم بينهما. تبقى ايه؟ يسن الا تزوج الصغيرة حتى تبلغ وتستأذن. والسنة في الاستئذان ان يرسل اليها نسوة ثقات، مش يروح هو اللي يكلمها، ممكن تتكسف منه، يبعت لها والدتها اختها الكبيرة كده، يعني علشان ايه؟ ممكن هي ما تتحركش من اختها، ما تتحركش من امها، لكن ممكن تكون بتتكسف من ابوها او جدها، فيبقى يسن ان هو يزيل هذا الحرج بان يرسل اليها ايه؟ امرأة تكون يعني غير متكلفة امامه. أن يرسل إليه نسوة ثقات ينظرن ما في نفسها، والأم بذلك أولى لأنها تطلع على ما لا يطلع عليه غيرها. ويجب على الأب أو الجد تزويج المجنونة البالغة بحاجة إليه كتوقع شفائها. في بعض أمراض الجنون شفائها إذا تزوجت وأنجبت وانشغلت بإيه؟ بالأولاد. في بعض أنواع الأمراض النفسية كده، وبالتالي يبقى في الحالة دي يجب على الأب إنه يزوجها لإيه؟ علشان يشفيها مما هي فيه، لأنه ممكن يروح يوديها للطبيب النفسي يقول له البنت دي لو اتجوزت هتخف، يقوم يسعى بقى إنه يزوجها، واخد بالك؟ كتوقع شفائها بالنكاح واحتياجها للمهر والنفقة، أو تكون محتاجة نفقات كتيرة في علاجها وهو ما عندوش يصرف عليها، فيزوجها علشان يجي زوج يصرف عليها يعالجها. هتقول طب ومين اللي يقبل كده؟ هي يمكن يلاقيها واحد يقبل كده، ناس اهل خير، ابن عمها مثلا يقول انا هتكفل بيها اتجوزها وانا عالجها، مفيش مانع يجوزها، واخد بالك؟ وهكذا. الحكمه وراء ولايه الاجبار في البكر ان الاب، اولا الحكمه انها خصت بالاب والجد لكمال الشفقة، فكمال الشفقة قرينة تمنع من ظلمها. ثانيا البكر غير خبيرة التعامل مع الرجال، فيسهل ان يضحك عليها رجل غير كفءًا بها لأجل ان تميل للزواج منه ويكون غير كفءًا لها، لانها ليست لها خبرة في التعامل مع الرجال، فيقوم يكبر نقصها بأن يجعل وليها اللي هو جدها أو أبوها له ولاية قوية عليها حتى يمنع من أن تضر نفسها باختيارها. واضح؟ إنما السيف سبق لها التعامل مع الرجال، فتعرف بقى إيه؟ تميز أكتر، واخد بالك؟ من كثرة خبرتها. بالإضافة لأن ولاية الإجبار زي ما قلت لك جعلوها للأب والجد لكمال الشفقة، ولم يجعلوها للأخ، وبشرط ألا يكون هناك عداوة ظاهرة بينها وبين أبيها ولا جدها كمان. يعني عارف لو اثبتت ان في عداوه بينها وبين ابوها القاضي يحكم ببطلان العقد لو زوجها بولايه الاجبار، لانه ربما يكون بيزوجها لينكل بها، واخد بالك؟ فلا بد الا يكون هناك بينها وبين ابيها او جدها عداوه. واضح؟ كل الحاجات دي حتى يحفظ الشرع عدم ظلم اي طرف من الاطراف، ويحفظ الشرع ايضا الانسان من نفسه من اختياره، لان البكر قد تختار بتسرع ما يضرها في المستقبل، وده بيحصل حوادث كثيرة. تجد امرأة تزوجت بدون إذن أبائها وأجدادها وهربت كده واتجوزت واحد غير كفء، وبعد سنتين ثلاثة تيجي متطلقة وشايلة عيل على كتفها وضاعت حقوقها. بتحصل ولا لأ؟ بسبب تهورها. قوله يجوز للأب أو الجد بخلاف غيرهما كالأخ وابن الأخ والعم وابن العم ونحوهم فليس لهم الإجبار. وقول عند عدم الأب أصلا، يعني الجد يبقى عند عدم الأب أصلا أي من أصله بأن مات. طبعا تجيب أمثلة تانية غير مات،
مات، سافر سفرا بعيدا وانقطعت اخبار، وكل دي تحتمل. وقوله او عند عدم اهليته او كفر ارتد، يبقى يحل محله الاب. كل دي امثله لزوال اهليته، خدت بالك؟ وقوله او عند عدم اهليته، اي كان مجنونا او فاسقا او نحو ذلك. وإنما قدر الشارح ذلك لئلا يتوهم من كلام المصنف أن الجد له الإجبار ولو مع وجود الأب وأهليته وليس كذلك. يعني ليست ولاية الإجبار مشتركة بين الأب والجد، لا، ده ماشي على الترتيب، الأب أولا فإن غاب يجي الجد، وليست على سبيل الاشتراك، على سبيل الترتيب وليس على سبيل الاشتراك. قول إجبارها أي البكر على النكاح، أي تزويجها بغير إذنها لخبر الدارقطني، الثيب أحق بنفسها والبكر يزوجها أبوها. ولأنها لم تمارس الرجال بالوطن فهي شديدة الحياء، وغير كده بس كمان، وعديمة الخبرة بالرجال. وفي رجالة على فكرة يتلونون أمام النساء يضحكوا عليهم، وهو شيطان رجيم، تقوم تفتكروا ملاك وبعد كده في الاخر تعيش الشيطان رجيم. انما الرجاله يهرشوا بعض على طول، يفهموا بعض، فهمت ازاي؟ علشان كده حماها من نفسها ومن خداع الرجال بها، يخدعوها. كل دي حمايه شرعيه مطلوبه يعني. قوله ان وجدت شروط الاجبار، اي التي تشترط لصحه نكاح الاجبار، والتي تشترط لجواز الاقدام فقط. فالشروط التي تشترط لصحة النكاح بغير الإذن ألا يكون بينها وبين الأب أو الجد عداوة ظاهرة، برضه خد بالك من الحتة دي مهمة، بحيث لا تخفى على أهل محلتها. يعني لازم تكون عداوة ظاهرة بحيث إن الجيران عارفين إن أبوها ده البت دي وأبوها مش مستريحين مع بعض، بينهم مشاكل، حتى الجيران عارفين وإخواتها عارفين وأهلها عارفين، حاجة ظاهرة. لكن افرض هي بينها وبين نفسها كده حاسه ان ابوها سلوكه تجاهها مش بكمال الشفقه، مش مبسوطه منه، مع ان هو بيصرف عليها وكل حاجه، لكن هي عندها هذا الشعور، متوهمه هذا، ده لا يكفي. توهمها ده ما ينفعش، يبقى اثبات انه عداوه ظاهره، لازم تبقى العداوه دي ظاهره يشهدها الناس، واخد بالك؟ وان يكون الزوج كفءا ممكن تكون الكفاءة في النسب، والكفاءة في الوظيفة، والكفاءة في الثقافة، والكفاءة في السن، وكل دي، والكفاءة في الدين، كل دي حاجات في الكفاءة، في المهنة، دي كلها الايتمز بتاعت الكفاءة، يعني تحط تقسمها كده. هي مثلا طبيبة، تروح تيجي تجوزها لواحد يكون ميكانيكي، مش كويس، مش هتقبل، مش هتنبسط، لأن مهنتها غير، مع ان الميكانيكي ده ممكن يكون بيكسب احسن من الطبيب وراجل محترم جدا، بس هي مش هتبقى مبسوطه انها متجوزه ميكانيكي، لان الميكانيكي هيكلمها بالزراديه والمفك، وهي دكتوره ليها طريقه كلام ثانيه مختلفه، فهمتني ازاي؟ فكل واحد ليه اسلوبه، وده ما يمنعش ان يبقى الميكانيكي احسن من الطبيب عند الله مثلا، ما يجراش حاجه، بس لازم يكون في كمان توازن عقلي بين الانسان اللي هيعيش معاه. يعني هي مثلا معاها دكتوراه والتاني ما بيفكش الخط، لا يقرأ ولا يكتب أصلا، بس هي ملياردير معاه أموال إيه طايلة، بس برضه مش هتنبسط معاه، واخد بالك؟ وهكذا. يبقى الكفاءة لابد المستوى العلمي والثقافي والتربوي والوظيفة، يبقى مقنع كده ليها يعني، ومناسب من حيث نسبه للعيلة كمان، العيلة دي موزونة مع العيلة دي، علشان ما يبقاش في معرة بين العائلات، فكل الحاجات دي لابد أن تراعى. والديانة طبعا مهمة، هي دينه وصالحه وطيبه، تجيب لها واحد ما بيعرفش حتى نواقض الوضوء، ايه؟ ما بيصليش، مش مواظب على صلاته، بيلعب قمار، ما ينفعش. واخد بالك؟ لازم الحاجات دي كلها يراعي. وان يكون الزوج كفؤا، وان يكون موسرا بحال الصداق، يبقى كمان موسر يعني معاه فلوس الصداق الوقتي، هيديها لها كاش. في ولايه الاجبار لازم يدفع الصداق كامل. فهمت ازاي؟ في ولايه الاجبار. عشان اطمئن بقى انها واخده حقوقها كامله، واخد بالك؟ ولو حكما،
كما لو دفع ولي الصغير عنه المهر، يعني مصرا مع المهر، ممكن يبقى مش معاه هو، لكن في ابوه قال له هدفع لك المهر، خلاص يدفع المهر. يعني مش شرط هو نفسه اللي يملكه الزوج، ممكن الاب هو اللي يدفعه له، يدفع ما يجراش حاجه، مش مهم من جيبه الشخص يعني. والفرق كما لو دفع ولي الصغير عنه المهر قبل العقد او وهبه له وقبله وقبله له، والا يكون بينها وبين الزوج عداوه لا ظاهره ولا باطنه. ومن الشروط برضه ان الزوج اللي هيزوجها ليه مع كفاءته انه ما يكونش في بينها وبينه عداوه ظاهره ولا باطنه. واضح؟ لا عداوه ظاهره ولا عداوه باطنه. طب في الولي احنا قلنا يشترط الا يكون هناك عداوه ظاهره، والباطنه مش معتبر. لكن في الزوج هنا اعتبرنا الظاهر والباطن. خدت بالك ايه الفرق بقى؟ والفرق بين الولي حيث اعتبر فيه عدم العداوة الظاهرة فقط، وبين الزوج حيث اعتبر فيه عدم العداوة مطلقا ظاهرا ظاهر، لأنها مفارقة للولي ومعاشرة للزوج، لأن هي هتفارق الولي وهتعيش مع الزوج، فما ينفعش تعيش مع زوج ينغص عيشتها، في عداوة باطنة بينها وبينه. خدت بالك؟ يعني مفيش انسجام كده بينهم، تشوفه بيركبها 100 عفريت وهتعيش معاه ازاي بقى؟ فهمت؟ أنا فاكر كانت عيانة عندي من حوالي 20 سنة، جات لي كده امرأة كانت من مصر القديمة، عندها نزلة ربوية غير قابلة للعلاج مطلقا، تديها جميع الأدوية بتاع الربو ده مخنوق تعمل كمية هتموت مسكينة. فباخد منها مرة التاريخ المرة دي، بقول لها طب ودي بتجيلك امتى؟ قال بتجيلك مثلا ما تشم ريحة معينة، أو مع فصول الصيف أو فصل الربيع، أو لما تاكلي أكلة معينة، أو يعني. فقعدت أقرر فيها على كذا زيارة لحد ما أدركت في الآخر إن ما بتجيلهاش إلا لما تيجي لها جوزها. والله جوزها كان بيسافر ويجي كل شهرين يقعد معاها أسبوع. الأسبوع ده تلف على الدكاترة الصدرية عندها الأزمة، مش قادرة تاخد نفس، يمشي من هنا الحمد لله خفينا. فغريبة. فكانت طلعت ايه؟ ان هي عندها حالة نفسية لانها ما بتطيقش تعيش معاه. سبحان الله. وبعدين بمرور وقت قابلتها بقى المريضة دي بعد مطرة طويلة، جات لي بقول لها عملت ايه في الازمة؟ قالت لي الحمد لله اتطلقت. خفينا خفينا. فيعني ايه دي ممكن تبقى ايه؟ لان هتعيش معاه مش طايقاه، ازاي تخليها معاه؟ مش راكبة. ممكن يبقى عندها حتى مرض يسموه سايكوسوماتيك، يعني يكون حاله نفسيه لكن يظهر عليها اعراض مرضيه، تقوم تعيشها في كرب بقى، حرام عليك. فالمفروض انك انت تراعي هذا. انما الولي يكفي العداوه الظاهره تبقى منتفيه، لان هي هتسيبه وتفرقه وتمشي، لكن هتعيش مع المراه بتعيش مع زوجها يمكن اكتر ما بتعيش مع ابوها وامها واخوتها. فهمت ازاي؟ فلازم تراعي مثل هذه الامور. والله لو حصل بقى الحكايه دي تبقى ساعتها ايه؟ تقدم طلب بالضرر، طلاق للضرر، ويثبت بقى الطبيب القاضي عن طريق كشف طبي عند الطبيب ان هو كده. ممكن بعد كده تثبت. بيقول لك ايه؟ لان الاب مفارقه للولي ومعاشره للزوج، فلا تضر العداوه الباطنه في الولي وتضر في الزوج. اما مجرد كراهتها له من غير ضرر لنحو كبر او هرم او تشوه خلقه فلا يؤثر، لكن يكره لوليها ان يزوجها منه كما نص عليه في الام الامام الشافعي. والشروط التي تشترط لجواز الاقدام فقط أن يزوجها بمهر المثل، وأن يكون حالًا. حالًا يعني إيه؟ يعني كاش بلغة العصر. المهر حال يعني حكاش على الترابيزة، مفيش مقدم ومؤخر بقى. يدفع كله، خدت بالك؟ وبنقد البلد. ما لم تجري عادتهم بالتأجيل في الكل أو البعض، وإلا عُمل بما جرت به العادة. وأن يكون من نقد البلد، والمراد به ما جرت عادة أهل البلد بالمعاملة به ولو من العروض. يعني ممكن يبقى ايه؟ بيجيب لها حلي، ما اراد عبارة عن حلي، ينفع. او تجارة معينة، يجيب لها سيارة، يجيب لها شقة،
يجيب لها اي حاجه تمشي اي حاجه منه. وزاد بعضهم شرط الا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كاعمى او شيخ هارم وهو ضعيف، والمعتمد ان ذلك ليس بشرط ولكن يستحب مراعاته بس ولكن ليس بشرط. وكذلك شرط ان الا يكون قد وجب عليها نسك، لأنه وإن كان على التراخي لكن لها غرض في تعجيل براءة ذمتها والزوج يمنعها منه، قاله ابن العماد وهو ضعيف أيضا. ولا يخفى أنه متى فقد شرط من شروط صحة النكاح فالعقد باطل، ومتى فقد شرط من شروط جواز الإقدام أتم أثم مع صحة العقد بمهر المثل حالا من نقد البلد. قوله بكون الزوجة غير موطوءة بقبل، اللي هي ايه؟ تعريف البكرية، اي المصورة بكون الزوجة غير موطوءة بقبل، فالباء للتصوير، لكن في جعل هذا شرطا نظر، لانه فرض المسألة اذ هي مفروضة في البكر بالمعنى السابق. قوله ان تزوج بكفء، هذا شرط من شروط صحة النكاح على وجه الاجبار، وقد تقدم بينها. وقولها بمهر مثلها من نقد البلد، هذان شرطان من شروط جواز الإقدام فقط كما يعلم مما مر. قوله والثيب، أي وإن عادت بكارتها، لكن الكلام في الحرة العاقلة، أما الأمة والثيب تفضل ثيب وإن عادت بكرتها. هو بيعملوا دلوقتي عمليات ترعيع غشاء بكر، ترجع بك، بس حكمها في الشرع ثيب برضه. بالك ادي معنى الثيب تفضل ثيب وإن عادت بكرتها. واضح؟ لكن الكلام في الحرة العاقلة. أما الأمة فلسيدها أن يزوجها، وكذا الولي السيد إن أن يزوجها للمصلحة، وأما المجنونة فيزوجها الأب ثم الجد عند عدمه أو عدم أهليته قبل بلوغها للمصلحة، بخلاف الحاكم فلا يزوجها إلا بعد بلوغها مع فقد الأب والجد. دي بالنسبة لمين؟ للمجنونة. وقول لا يجوز أي ولا يصح. وقول لوليها أي الأب والجد وغيرها وغيرهما بالأولى، لأن غيرهما لا يجوز له إجبار البكر كما علم مما مر، إلا بعد بلوغها، أي لأن إذن الصغيرة غير معتبر فامتنع تزويجها إلى البلوغ، خلافا للأئمة الثلاثة رضي الله عنهم. الأئمة الثلاثة اللي هم إيه؟ المقابل لمذهب الشافعي، هيبقى الإمام مالك وأبو حنيفة والإمام أحمد بن أحمد. أيوه حاضر. لأن إذن الصغير غير معتبر فامتنع تزويجها إلى البلوغ، خلافا للأئمة الثلاث رضي الله عنهم. يعني السيب غير البالغة عند الأئمة الثلاث، ليه؟ ممكن تتزوج، يزوجها وليها بإذنها قبل البلوغ طالما سيب، إلا عند الشافعية يقول لك لا، طالما سيب يستنى بعد البلوغ. واضح؟ وقول وإذنها أي نطقا، فلا يكفي سكوتها، ويعلم إذنها بإخبار امرأة ثقة يبعثها إليها وأمها أولى، فإن رجعت عن الإذن وزوجها ولم يعلم برجوعها لم يصح. وبما تقرر علم أن الثيب الصغيرة العاقلة الحرة لا تزوج قبل البلوغ، ولو كان المزوج لها أبا أو جدا أو غير الأب والجد لا يزوج الصغيرة بحال ولو بكرا، لأن تزويج كل منهما لا يكون إلا بالإذن، والصغيرة لا إذن لها، فلا بد من بلوغها وإذنها. كويس؟ يلا الأذان وبعدين نقرأ مقدمة الجزء بتاع المحرمات. يلا جاتوا عشرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
المحرمات طبعا المقصود ان الحرمة هنا مش موجهة للشخص، الحرمة موجهة للفعل نفسه، ده وصف للفعل مش للذات. يعني ما نقول الام حرام يعني حرام زواجها، هي الام حرام يعني، فهمت ازاي؟ ما نقول الاخت حرام يعني حرام زواجها، لان الحرمة لا تتوجه للذات، تتوجه للفعل نفسه اللي هو الزواج. فهمت بقى المسألة؟ وده يعني تاخد بالك منه، لان ايه بيتجوز الفقهاء ما بيتكلموش على الحته دي كتير. تاخد بالك يقول لك ايه، يعني يتكلم كده كان يقول لك الام والعمه والاخت مش عارف حرام. ايه حرام يعني؟ حرام زواجه. فهمت ازاي؟ ولا حرام انها ام يعني؟ لا مش حرام انها ام. فصل والمحرمات اي المحرم نكاحهن، عشان كده شوف فصها لك على طول، يعني فصصها على طول. بالنص 14 طبعا على سبيل الاختصار، لان هم اكتر حوالي 28 هيجي بعد كده، لكن هو ايه من باب الاختصار بس. وفي بعض النسخ 14 سبع بالنسب، وهي الام وان علت والبنت وان سفلت. اما المخلوقة من ماء زنا شخص فتحل له على الاصح، لكن مع الكراهة، وسواء كان المزني بها مطوعة او لا. واما المراه فلا يحل لها ولدها من الزنا. كفايه لحد هنا النهارده، لو عرفنا نخلص الحته دي بس. خلينا في الام والبنت. دول ايه؟ اول المحرمات بالنسب ومن الرضاع. خد بالك، لان اسباب الحرمه اما نسب او رضاع او مصاهره، بس هي دي اسباب حرمه النكاح. مش كده برضه؟ ثلاث اسباب بس. يا اما نسب، يا اما رضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
يبقى اذا كان في سبعة يحرموا بالرضا من نسب، يبقى في سبعة قدامهم يحرموا من الرضا، خدت بالك؟ يبقى 14. وبعدين بالمصاهرة، تحرم بالمصاهرة زي ام الزوجة، ام الزوجة تحرم طالما عقدت على بنتها. والربيبة اللي هي بنت الزوجة يحرم بالدخول بالام، وهكذا. يبقى في المصاهرة، وقد تحرم الايه في الجمع بين المرأة واختها والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها بسبب المصاهرة. يبقى في اسباب ايه تحريم بسبب المصاهرة، وفي اسباب تانية للتحريم اللي هي الرضاعة زي ما قلنا، اللي يحرم من الرضاعة ما يحرم من النساء. لا، الرجل ممكن يتجوز واحدة رقيقة، مش احنا قلنا ان الحر ممكن يتزوج الامة اذا خاف من العنت؟ طب ما احنا من المحرمات، ما احنا قلنا معلشان تزوجها. تقصد في الجمع في اليمين لا يجوز الاستمتاع بما لا يجوز الجمع بينه وبين غيره في النكاح، يعني هو لا يجوز انه يجمع بين اختين في النكاح، يبقى لا يجوز ان يستمتع بامتين اختين. فهمت ازاي؟ واخد بالك؟ نفس الاحكام ده في كلام ملك اليمين اللي هو مش موجود دلوقتي. فصل. والمحرمات، يقول فصل، أي هذا فصل في محرمات النكاح ومثبتات الخيار فيه. ولفظ فصل ساقط من بعض النسخ، وكلامه شامل للتحريم المؤبد وغير المؤبد. المؤبد اللي هو حرام على التأبيد، والغير المؤبد على التأقيد، زي أخت الزوجة ده حرم على التأقيد، وخالة الزوجة وعمة الزوجة حرم على التأقيد، كما يدل عليه ما سيأتي من قولي وواحدة من جهة الجمع، لأن المحرمة من جهة الجمع لا تحرم على التأبيد، بل تحل بموت الأخرى أو بينونتها. وأسباب التحريم الذاتي ثلاثة: القرابة اللي هو النسب يعني، والرضاع، والمصاهرة. يبقى إيه ثلاث أسباب؟ القرابة والرضاع والمصاهرة. وأما اختلاف الجنس بأن كان أحد الزوجين من الجن والآخر من الإنس فليس مانعا على المعتمد، زي إسماعيل ياسين في الفيلم لما اتجوز البت الجنية زمان يعني، مش كانوا يجيبوا أفلام زي كده؟ واخد بالك؟ أنا شخصيا من حيث الحس الفقهي بتاعي أنا أقول يحرم، أميل للحرمة، وده وجه ضعيف عند المذهب، لكن الراجح في المذهب انه لا يحرم، واضح؟ اذا اختلف النووي الراجح في المذهب، لكن المرجوح في المذهب اللي انا اميل لي انه يحرم، لان ده فيه يعني ضرر بالغ باحد الطرفين لاختلاف النووي. وربنا بيقول انه كان رجال من الانس يعودون فزادوهم ايه رهق. اذا كان الرجاله الجن لما صادقوا رجالة الإنس زادوهم راقة، فما بالك كمان لو هيصادق نساء الجن؟ وجاء الشرع لرفع الحرج، واخد بالك ازاي؟ وبالتالي أنا أميل لحرمة الزواج بهن. لكن الرأي الثاني، لأن الجنية أصل هي ممكن تجي له متمثلة في أي صورة، واخد بالك؟ ما هو مش هيتجوزها على صورتها الجنية لأنه ولا يراها، لازم هتجي له في صورة يقدر يشوفها فيها، واضح؟ أنا كان عندي من مشايخي في القرآن الشيخ عبد الحليم عبد الحميد البحراوي في البدرشين، مات عنده 90 سنة، ومات من حوالي 30 سنة، وكان يحفظ القرآن لا يخطئ، وكان لما يجيله العيال يسمعوا عليه 10 يسمعوا كل واحد في صورة شكل وفي وقت واحد ويصحح للكل، كان عنده قدرة عجيبة يعني رحمه الله. كان يقول لي في السر انه متزوج جنيه منذ 20 عاما. كنت اقول له بقى يا شيخ عبد الحميد ما تقوليش الكلام ده ما تعفرتنيش، الله يكرمك. كان يقول لي ده، لكن انا ماليش دعوه. وبعدين مره سالته يعني طب بيتم الاتصال ازاي؟ يعني دي جنيه يعني بتشوفها ازاي؟ يقول لي كما يحدث ان الرجل يحتلم بالظبط. يعني يحصل كده يخرج منه المني كانه احتلمه، ويبقى ده هو ده الجماع معه. بس نسيت اساله خلفته ولا ما خلفتوش، ولا كان بتاخد منع الحمل، ولا دي نسيت اساله ده. لكن دي اسمها نوادر، نوادر على اي حال، لكنها ليست قواعد. وبناء على هذه
القصص الفقهية دي طلعت روايات كتيرة وقصص كتيرة، والناس بقى ايه عقليتها وعملوا افلام وشغلانة في اول القرن الماضي، ولكن على اي حال هي تستحق الدراسة. لا لا طبعا لاختلاف النوع هيبقى واد ابن عفريت. انا جات لي واحدة عيانة من حوالي سنتين، كنت عامل لواحدة قريبتها فتاة، فالمهم جات لي العيادة داخل دفع كشف، المفروض العيانة بتيجي تقعد تقول بتشتكي من ايه؟ دي جاية قاعدة تبص لي كده، ايوه يا ستي انت جاية ايه بتشتكي من ايه؟ تبص كده، يا ستي ارجوك، معاها اخوها قاعد، طب قول لي انت؟ قال لي لا اصل هي جاية مش مريضة، ده هي جاية علشان موضوع انت هتحله لها، انت الوحيد اللي في ايدك الحل بتاعه. قلت له ايه خير؟ قال اصل هي متجوزه راجل جني اسمه الحاج محمد. والله انا نعرف. قلت له طب وانا مالي بالحاج محمد ده؟ انا ايه داخلي انا عمري ما اعرفه. قال لي لا ازاي؟ ده هو جالها مره قال لها ان يعرف الدكتور يسري وانه هو اتخانق معاها وبقاله 3 سنين ما بيزورهاش، فهي جايه لك علشان تتوسط بينهم وتصلح. قلت لها بقول لك ايه، خد الكشف بتاعك وروح مع السلامه. حاجات غريبة دي الشاب، يعني ما انا بقول لك حاجات كده هبل يعني، فربنا ينجينا من الهبل. قال انا هعرف الحاج محمد الجني، حاجة غريبة. اعرفه منين ده؟ يمكن بيحضر الدروس معاك وانا مش واخد بالي. فهنا بيقول ايه؟ اهو مبحث فقهي لطيف على اي حال تقراه. واما اختلاف الجنس بان كان احد الزوجين من الجن والاخر من الانس فليس مانعا على المعتمد، يبقى القوي في المذهب لا يمنعه، وكذا عند المالكيه كمان عندهم، لا يعني المذهب المعتمد عندنا يوافق مذهب المالكيه في المذهب، كما قاله القمولي واعتمده العلامه الرملي نقلا عن افتاء والده، خلافا لما قاله ابن يونس وافتى به ابن عبد السلام وتبعه شيخ الاسلام. انا مع دول، واخد بالك؟ شيخ الاسلام ده زكريا الانصاري والشيخ الخطيب محتجين بقوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها، فلا بد ان يجوزها منها، لكن ده مش منها، فدي احتجاج يعني لطيف. وأجاب الأولون بأن الامتنان في الآية بأعظم الأمرين لا ينافي جواز الآخر، فيجوز للإنس نكاح الجنية ولو على غير صورة الآدمية، كأن كانت على صورة كلبة وكذا عكسه. طبعا حاجات تضحك أهو، ده بقى على علمك الحاجات دي يجب أن تنقى من الفقه الإسلامي، لأن دي لو عرضت على بعض الناس بتوع العصر الحديث يفتكرها فضايح، يقول لك دي شو فضايح في الكتب يقولوا كده، يتجوز جنية كلبة ويجيبها لك تاني يوم في المصري اليوم ويعملها فضايح، ما يصحش. فهمت ازاي؟ لكن هي مباحث فقهية عقلية وليس للعمل بها، ده مجرد مبحث فقهي عقلي، وليس كل افتراض عقلي يبقى لازم نعمل بيه. فهمت بقى المسألة؟ لكن في ناس ما بيفهموش. ها؟ انا اصلي شوف هقول لحضرتك حاجه، احنا عندنا شروط النكاح لازم يبقى فيه 2 شهود، طب والشاهد دول الشهود دول هيشوفوا الجنيه وفين وليها؟ وهعرفه انا منين ان ده وليها؟ هل عندهم رقم قومي زينا؟ وهتثبت من شخصيته ازاي؟ حاجات كتير عوار يعني، حاجات ملهاش لازمه. وبعدين هم يعني الستات بني ادم وبنات حواء دول ماتوا خلصوا، اتزنقنا قوي البت جنيه يعني نروح لها؟ ما خلاص الحكايه سهله يعني. المقصود لما ربنا بيقول ولو كان بعضكم لبعض قريبا، اصلا بعض اصلا ممكن استثنائي. هو ربنا بيقول انه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم، الجن يشوفونها وبيصلوا معانا وبيحضروا دروسنا وكل حاجه، ما تقلقش من هذا، وبيصلوا حتى بين الاعمده، واخد بالك؟ لكن احنا ما بنشوفهمش في الجنه ان شاء الله، بقى هنبقى بالعكس، احنا نشوفهم وهم ما يشوفوناش.
يعني مسلمي الجنة لما يدخلوا الجنة ومسلمي الإنس لما يدخلوا الجنة هتتعكس، هتبص تلاقي احنا نشوفهم وما يشوفوناش، واخد بالك؟ عشان يتم العدل الإلهي. لكن الاختبار في الدنيا انهم يرى انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، اي على صورتهم التي خلقها الله عليه. لكن الجن كائنات لطيفه لها القدره على التشكل بالاشكال الكثيفه سواء كانت شريفه او غير شريفه، وممكن يجي متشكل في صوره انسان رجل، زي ما الشيطان جاء في صوره شيخ نجدي وحضر الاجتماع مع قريش ايام ما كانوا بيفكروا يقتلوا النبي ولا يعملوا ايه، فجاء في صوره شيخ من نجد، واخد بالك ازاي؟ فممكن ياتي بصوره رجل، ياتي بصوره امراه، ياتي بصوره حمار، بصوره كلب اسود، حتى ان الرسول قال على الكلب الاسود البهيم ده جن، واخد بالك، وامر بقتله في اول الشرع ثم بعد ذلك نسخ هذا الامر، وان كان الحنابله رايهم ان الامر مستقر على قتل الكلب البهيم اللي هو الاسود البهيم. يعني الخلاصه ان ممكن يتشبه ويشوفه، فهمتني ازاي؟ بس لكن الجن يخاف يتشكل، لأنه لو تشكل حبس في الصورة، فإن قتلته في صورته مات، فيخاف، واضح؟ فيخاف يتشكل مع أنه عنده القدرة على التشكل. وبالتالي ربنا حمانا من أنه هو يخيلنا ويتشكل لنا كتير. ليه؟ أن لو تشكل وتمكننا منه نقتله، واخد بالك؟ فهو يخاف مننا، وإحنا كطريقة حكم خلقتنا أقوى منه، لأن إحنا كثيف وهو لطيف، والكثيف أقوى من اللطيف، ولكون احنا اقوى منه بدنا وخلقه ربنا جعله هو يشوفنا واحنا ما نشوفوش، لان احنا نطقهم ما يهمناش، فهمت ازاي؟ زي النمل كده ولا يجرى لك حاجه، يوم هم يشوفوك يتجنبوك وانت مش محتاج تشوفهم، لان انت هم مش هيضروك، فهمت بقى المساله؟ لكن ضعاف العقول والنفوس يخافوا من العفاريت، دي ضعف نفسي، لكن الحقيقه ان احنا اقوى منهم، ولاننا اقوى منهم من حيث الخلقه ربنا جعلنا نراهم وهم لا يرون، هذه المسألة. لكن نخلص بس المبحث الفقهي ده عشان نقيم الصلاة. أما اختلاف الجنس بأن كان أحد الزوجين من الجن والآخر من الإنس فليس مانعا على المعتمد كما قاله القمولي واعتمده العلامة الرملي نقلا عن إفتاء والده، خلافا لما قاله ابن يونس وأفتى به ابن عبد السلام وتبعه شيخ الإسلام والشيخ الخطيب محتجين بقوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، وأجاب الأولون بأن الامتنان في الآية بأعظم الأمرين لا ينافي جواز الآخر، فيجوز للإنس نكاح الجنية ولو على غير صورة الآدمية كأن كانت على صورة كلبة، وكذا عكسه. أما التحريم غير الذاتي وهو العارض بسبب حيض أو إحرام أو صوم أو نحو ذلك فليس مراد هنا. يبقى أنا بتكلم على التحريم المتعلق بالنكاح، لأن لو المرأة محرمة يحرم برضو نكاح، ده تحريم عرضي بسبب الإحرام، والمرأة الصائمة يحرم برضو ان ايه ان يأتيها زوجها وقت صومها، يبقى برضو ده تحريم عرضي، فهمتني ازاي؟ لكن هو بيتكلم على التحريم المتعلق بالنكاح. ونقف على قوله والمحرمات ان شاء الله يوم الاثنين القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم.